اتعادلتوا وعندكم سؤال في التاريخ. تاريخ، والسؤال هو: وقعت أحداث سجن أبو غريب بإحدى الدول العربية، فما هي؟ في العراق. دكتور أشرف بيكلم بصي بقى، يعني بيكلم علو حسن في العراق. إجابتك العراق. تعرف إيه عن سجن أبو غريب؟ أنا أعرف إن اللي هم أمريكان عملوه بعد ما احتلوا العراق في 2003، وحصلت فضيحة طبعاً. أيوة، إن هو تعذيبهم بطريقة بشعة وانتشرت وكانت فضيحة جديدة للأمريكان في العراق. في فترة حكم مين بقى؟ كانت فترة حكم بول بريمر، الحاكم اللي هو الأمريكي اللي حملوه، اللي حطوه على العراق. كان رئيس أمريكا مين ساعتها؟ بوش الأب؟ لا كان، لا بوش اللي هو ابن، بوش اللي هو ابن مش الأب. لا، المعلومات عنده كاملة وعارف الموضوع. وطبعا إجابة صحيحة. حسن ناطر كان النتيجة اتغيرت، 20 عيلة الكاشف، 10 عيلة الخولي.